لقد طويت صفحة مضيئة من العمل العربي المشترك، وامتد الأفق لترجمة ما تضمنته من إشارات دالة على كل القضايا المهموم بها الإنسان العربي في زماننا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة العربية 29 الحرص على وحدة الأراضي السورية، وعلى أن القضية السورية لا حل لها إلا لها بالقوة والعدوان، وإنما الحل السلمي واتفاق الأطراف على كلمة سواء تحفظ وحدة الأراضي والوطن السوري. أكدت القمة أيضا على أن القدس هي العاصمة الشرعية والأبدية لفلسطين. أكدت القمة على أن العدو الذي يتهجد أمن الأوطان والمواطنين هو الإرهاب ومن يدعمون الإرهاب بالتمويل والتسليح. كل هذه القرارات وكل هذه المواقف هي الآن أمانة في عنق القادة، بل في أعناقنا نحن الشعوب أيضا. فهل نحن على قدر هذه الأمانة؟ هو هذا السؤال وهو التحدي، وهذا هو التحدي الأكبر الذي نواجهه. يعني برحب بحضراتكم مرة تانية في الفقرة الحوارية اللي هيكون فيها ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي المصري إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام. تحياتي لحضرتك أستاذ عمر. أستاذ إيهاب، يعني شاهدنا امبارح قمة عربية 29، والحقيقة أن هي كانت أمامها كثير من الملفات والتحديات. صحيح. نقدر نقول أستاذ إيهاب أن القمة نجحت بالفعل أو قدرت أنها تلفت الأنظار؟ طبعا، لان هذه القمه كانت شديده الرمزيه، يعني الرمز الذي تمثله في بقراراتها وفي كثير من ثناياها، عشان نشرح دلوقتي، يعني اكبر بكثير من عدد السويعات التي عقدت بها. يعني على سبيل المثال ان السعوديه تختار مدينه الزهران لعقد القمه بدلا من جده او الرياض او حتى مكه، كما كان دائما تعقد القمم التي تعقد في المملكه. كان ليها دلاله يا استاذ ايهاب؟ طبعا، المنطقه ايه دلالتها؟ اللي هي القريبه من ايران بحوالي 155 ميل تحديدا. المنطقه الشرقيه التي تقع فيها الزهران هي منطقه تحاول ايران دائما ان تبث فيها الارهاب وان تفجرها، وان تدعي ان هناك اضطرابات طائفيه بها، لان هذه المنطقه بعض التقارير تشير ان الاكثريه فيها هم من اهل الشيعه، وتحاول ايران ان تروج لقضيه شيعه السعوديه وما الى ذلك. ولكن ان السعوديه تستضيف القمه ناجحه وهادئه بهذا الشكل توضح رساله الى العالم اجمع ان جميع الادعاءات الايرانيه حول وجود اي اضطرابات في شرق السعوديه هي ادعاءات كاذبه. فمجرد اختيار مكان القمه في حد ذاته كان شديد الرمزيه وشديد وصاحب رساله مهمه ويحمل جدا، ويحمل الكثير من الرسائل. صحيح، هي اقرب نقطه رئيسيه سعوديه لايران. فطبعا ده يوضح ان الهاجس الاساسي للسعوديه في هذه القمه كان الملف الايراني. واظن ان هي يعني نجحت في توصيل هذه الرسائل. صحيح. صحيح. طبعا رقم اثنين كان غياب تميم حاكم قطر، وهو يعني خدها من قصوره، يعني هو عارف انه المحاولات التلفزيونيه لما يسمى ان في اي مصالحات او ان يكون في ضغوط امريكيه حتى حقيقيه على الرباعي العربي، هذا لم يحدث مطلقا، مجرد ادعاءات تلفزيونيه مدفوعه الاجر من قبل تنظيم الحامدين ومن قبل تميم لا اكثر ولا اقل. ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه، واكبر دليل على ذلك ان تميم لم يحضر. لو كان هناك ضغوط امريكيه حقيقيه، لو كان هناك اي مفاوضات حقيقيه من خلف الستار، لحاول تميم ان يحضر وان يكسب اي لقطه تلفزيونيه، ولكن هذا لم يحدث، مما يدل ان الرباعيه العربيه صامده في موقفها وانها لم تتاثر وانه لا يوجد هناك ضغوط او هناك ضغوط ما وقد فشلت. يعني خليني اسال حضرتك سؤال يا استاذ إيهاب، عدم حضوره، هل هو عدم اهتمام منه، ولا هو بالفعل حاسس ان قطر او هو تحديدا ايضا هيبقى منبوذ او مش يعني مش مستحب وجوده بالفعل؟ هو منبوذ، هو بيتوسل اي محاوله ان يظهر اعلاميا. يعني حتى لما ذهب الى واشنطن من حوالي اسبوع ايضا كان ذاهب رافعا رايه الهزيمه، هو ما كانش رايح هناك. يعني ترامب لم يسمح له بأن يدخل دمشق، عفوا، واشنطن إلا حينما أنهى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي زيارته إلى واشنطن، وأنهى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي زيارته أيضا إلى واشنطن، وأتى تميم بضعة ساعات فحسب، لم يسمح له أن يقوم بالزيارة الموسعة كما قام الضيفين السعودي والإماراتي. وأيضا حينما قدمه ترامب إلى الشعب الأمريكي قال هذا الرجل يشتري مننا أسلحة كثيرة وبالتالي نحن نعتبره صديق. يعني في يعني واضح إن هي المسألة مسألة أنت جيت دفعت فلوس خدت شوية أسلحة بنصورك ومع السلامة. هو ده، هي دي المعادلة اللي لازم نقرأ فيها مصالح اقتصادية فقط. بس هي دي المعادلة، الإطار اللي لازم كنا نقرأ فيه لقاء ترامب وتميم فحسب. لكن إن ده اللقاء ده يولد أي ضغوط على الرباعية العربية
أو حتى يؤدي إلى توازن مختلف أمريكي ما بين قطر والربيع العربي هذا غير صحيح مطلقا يعني. وأكدها أن تميم غاب عن هذه القمة ليس عدم اكتراث أو عدم، لا هو عارف أن هو ما فيش لما كان ليه دلوقتي في هذه المنظومة، ليس هذا فحسب، هو أصلا بقاله كام سنة يعني بيحضر القمم العربية بيسمع كلام مش كويس يعني، بيزعق له من أكثر من زعيم خليجي من الكبار، من الكبار، لأنه هو بالنسبة لهم يعني مش بس صغر سن فحسب، ولكن أيضا بيحاول يلاعب الكبار في ساحاتهم مما يجعله دائما في القمم العربية يستمع إلى كلام لا يعجبه. طيب يعني حضرتك أشرت أن يعني أهم ملاحظة وهي إقامة القمة العربية في مدينة الزهران، وأيضا بالنسبة يعني لرئيس دولة قطر. طيب ايه الملاحظات الاخرى اللي حضرتك لاحظتها يا استاذ؟ بالطبع خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هذا الخطاب من اهم مكسبات ثوره 30 يونيو وحاله الاستقرار اللي احنا بنعيشها. لان والحقيقه ان هو كان خطاب واضح وصريح وبيقدم رسائل واحده وثابته، والفكره ان الرئيس ثابت على مبدا مهم جدا، ان تحسن علاقتك بمصر ليس على حساب ثوابتنا وليس على حساب مصالحنا، بل هي علاقات مشتركه، انت تستفيد وانا استفيد، ولكن ان يفكر احد في ان هذا التحسن النوعي في العلاقات مع مصر ممكن ان ياتي على حساب اي من مواقفنا الثابته في اي قضيه في المنطقه، هذا اصبح فعل ماضي. يعني على سبيل المثال قد دورنا او راينا في موقفنا عفوا في ملف القدس تحديدا كان هناك تلويح بين التحسن النوعي في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يهدد بسبب اعتراضنا على قرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس، ومع ذلك نحن نردد هذا الرأي وثابتين عليه، بل ونتخذ بعض الإجراءات في أن يصبح حقيقة في جميع المحافل التي يذهب إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا حينما نتحدث في الملف السوري هناك بعض الأصدقاء العرب الذين لا يشاطروننا هذه الآراء، ومع ذلك نحن لا نقع تحت بند الخجل من ارائنا او نغير هذه الاراء من اجل مرادات بعض حلفائنا، ولكن وضعنا خطوط حمراء يعني كبيره يعني لجميع اصدقائنا في الخارج على مستوى الدولي وفي العالم العربي، انه المواقف المصريه ليست خاضعه لاي نوع من التوازنات غير القرار المصري المستقل فحسب. فكره ان كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تعتبر، طيب عفوا المقاطعه استاذ ايهاب، ولكن الان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بالسعوديه بحضور طبعا عدد كبير من قاده البلدان المشاركه في التمرين. التمرين ده استمر لمده شهر كامل، التمرين ده بيشارك فيه 24 دوله. اتفضل يا استاذ. تمام. الكلمة اللي ألقاها السيد الرئيس بالأمس هي تعتبر يعني نيجي نقارن بينها وما بين البيان الختامي، هو تقريبا احنا خدنا من كلمة الرئيس البيان الختامي، أصبح دي خطة عمل عربية مشتركة للعام المقبل على الأقل. فكرة إن الحل في سوريا واليمن هو حل سياسي، ولكن اللجوء حل سياسي بأيد يعني بأيد سورية أو أيد يمنية يعني بدون التدخل الغربي أو أيد عربية، ولكن الصراعات الإقليمية ومحاولات التوازن الإقليمي في الملاعب السورية واليمنية أصبح يعني فعل ماضي، أصبح من الصعب أنه يحقق، وقد حاول البعض تحقيقه على مدار ما بين 5 إلى 7 سنوات ولم يأتي بنتيجة إلى الآن. ماذا جرى غير استمرار وتيرة الدماء والإرهاب وما إلى ذلك؟ أيضا التحرك في ملف الإرهاب، وكان التهديد المهم، كان التنديد المهم المصري على لسان السيد الرئيس باحتلال تركيا لأراضي سورية وعراقية، للمرة الأولى هناك مسؤول عربي يتحدث في هذا الملف، هذا الملف مسكوت عنه تماما. فكرة أن تركيا تعيد مرة أخرى محاولة بسط نفوذها على سوريا والعراق هذا أمر مرفوض، ورئيس تحدث فيه، وطالما تحدث فيه يبقى في خطوات مقبلة قانونية في هذا الإطار. أيضا كان وده اللي أنا عايزة يعني أقول لحضرتك عليه، يعني لو اتكلمنا مثلا على القضية الفلسطينية، يعني القضية الفلسطينية دي هي الجرح الغائب في قلوب القمة يعني الوطن العربي جميعا. ولكن ماذا عن لو الولايات المتحدة الأمريكية يعني أكدت وقالت نقل السفارة، هي الفكرة إيه التحرك الوطني اللي المفروض يحدث؟ هي الفكرة برضو في القضية الفلسطينية تحديدا، إذا كان الداخل لا يساعدني فكيف أنا أساعده؟ يعني هذا التشرذم بين 13 فصيل فلسطيني وهذا وبعض الفصائل
يعني الى الان احنا محتاجين يعني التحالف ما بين البيت الفلسطيني الفلسطيني. صحيح، احنا محتاجين يكون في اتفقوا على اليات للمصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه، على اليات لانتخابات برلمانيه وبلديه ورئاسيه بينهم، حتى يكون هناك سلطه فلسطينيه معترف بها داخل شعبها اولا، حتى نقدمها الى العالم معترف بها، لان الى الان انتخابات الرئيس عباس منتهيه ولايته. تمام، من وسط 13 فصيل فلسطيني هناك يعني نسبة كبيرة منهم للأسف أصبحت حاضنة للإرهاب وتصدره إلى مصر، يعني وما يجري من على الحدود ما بين سيناء المصرية وقطاع غزة الفلسطيني خير شاهد على أن هناك خلل داخل البيت الفلسطيني يجب أن يعالج حتى نستطيع أن نقدم نحن بدورنا التاريخي في القضية الفلسطينية. أيضا هناك دول عربية تعرقل أي خطوة مصرية يمكن أن تؤخذ في إطار الملف الفلسطيني، لأنه زي ايه يا فندم؟ يعني على سبيل المثال دولة زي قطر أيضا لا تريد أن مصر تكون هي صاحبة الحل في القضية الفلسطينية، وحتى لا يمكن أن يضع أيديهم مع إسرائيل ومع تركيا لوضع عراقيل داخل القضية الفلسطينية من أجل أن لا يكون الوسيط المصري هو صاحب الكلمة الأخيرة. وهذا المجهود القطري يحدث من 20 سنة من ساعة ما حمد اتقلب على أبوه، وهو من يعني فكرة أن يكون في وساطة مصرية داخل القضية الفلسطينية أو ما بين الفلسطينيين وإسرائيل يحاولون دائما نسفها. يعني الوساطة القطرية التي حاولت عبثا أنها تشتغل لفترة في القضية دي كانت محاولة لسحب البساط من تحت أقدام مصر. أيضا الوساطة التركية في فترة من الفترات كانت تلعب لهذا الهدف. فبالتالي في ناس بتحاول تنافسك في العالم العربي والإسلامي ليس لصالح القضية الفلسطينية ولكن لصالح أنها تسحب من رصيدك عبثا، يظنون أن هم يحاولوا يسحبوا دورها، يعني بتسحب من رصيد مصر دورها المركزي أو المحوري اللي استعادته، يعني استعادته الفترة الأخيرة. صحيح. طيب يعني خلينا نتكلم برضو عن ملف آخر، وهو ملف القضية السورية اللي أصبحت يعني ملفتة لكل أنحاء العالم، وأيضا يعني أصبح الحديث عنها أين الحل؟ يعني هل الحل دلوقتي لابد أن يتحد القوى السورية لوجود حل أو لنبذ أي أطراف غربية متدخلة؟ الوضع مختلف في سوريا، فكرة أن المعارضة السورية غير التشرذم وغير الاختراق، ولكن هي غير قادرة على لعب أي دور يعني مقابل الحكومة السورية. يعني فكرة أنهم طرف والحكومة طرف هذا غير صحيح. هم أضعف من أن يكونوا طرف، هم مجرد دمى في أيدي دول إقليمية ودولية. وبالتالي الحل الأمثل هو أيضا الخطة المصرية والمقترح المصري بأنه أنتم حاربتم النظام السوري 7 سنوات وانتصر، ويجب أن يكون هناك اعتراف بهذا الأمر، وأن يكون هناك تفاوض مع الرئيس بشار الأسد والقبول به حسب ما هيتم الاتفاق عليه. ولكن المحاولات العباسية بمد الفوضى الموجودة في أجزاء من شرق سوريا إلى غربها لن تفيد أي أحد. ولكن في تقديري أن ملف السوري إلى الآن هناك رغبة دولية في استثمار هذه الفوضى واستمرارها، لأنها مفيدة للجميع. يعني أمريكا لما جرحت تضرب من يومين مجرد غارة بسيطة للغاية، يعني بعيدا عن الشغل الإعلامي الكبير كان يمكن أن تقوم بما هو أعنف من ذلك عسكريا، ولكن لماذا لم تذهب أمريكا لهذه الإجراءات؟ الفكرة أن استمرار الحرب أفضل لأمريكا من إنهائها وأفضل لإسرائيل من إنهائها. إزاي يا أستاذ؟ أولا وجود فوضى في سوريا يعني نقدر نصدر إرهاب لأي دولة في المنطقة وعلى رأسها مصر. يعني هناك معسكرات في أدلب السورية اللي تحت الاحتلال التركي دلوقتي، هذه المعسكرات متخصصة في تدريب الإرهابيين الموجودين في سوريا وبس وضخهم إلى الأراضي المصرية تحديدا. معسكرات خاصة كده، أنها أنت سكتك تروح على مصر عن طريق ممرات معينة هم رسمينها. طبعا يعني إسرائيل ولا أمريكا هتتخلى عن كنز استراتيجي زي ده بالنسبة لهم ليه؟ أيضا فكرة أن أنت بتهدد بالتواجد الإيراني في سوريا دول الخليج العربي، وبتؤدي هذا التواجد الإيراني في سوريا بيؤدي إلى صفقات سلاح دائمة من دول الخليج. وأيضا أمريكا مهتمة بفكرة أن الفوضى اللي موجودة في سوريا تجعل المطالبة السورية بإقليم الجولان أصبحت منذ 7 سنوات يعني في الأرشيف. وبالتالي استمرار الفوضى في سوريا مهمة جدا لإسرائيل وأمريكا في وشل دولة بمثل حضرتك. أستاذ إيهاب، يعني لما جينا اتكلمنا عن القضية السورية تحديدا أو الأحداث اللي بتحصل في سوريا، حضرتك ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية
برغم ان الولايات المتحده الامريكيه ما كانتش لوحدها وعدوان ثلاثي. صحيح. يعني في برضو دولتين من الدول العظمى والكبرى وهي صحيح. فرنسا وبريطانيا. حضرتك شايف ليه هذا الاتحاد والترابط او اللي هو عايز اقول التماسك والاجنده المشتركه؟ انا عايز افهم سر الارتباط ايه. هو امريكا هي تظل هي الدوله العظمى في الغرب، ومن يذهب معها دائما هم الطامعون في جزء من الكعكه. يعني ذهب توني بلير قبل كده مع بوش الى العراق، وذهب قبل كده في اكثر من دوله، يعني فيتنام حتى كانت بريطانيا حاضره مع امريكا في فيتنام، ويمكن دي معلومه مش كتير مش 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 يعني بتوصلوش. فبالتالي لا، دائما امريكا لما تروح تحارب بيبقى في بعض الدول الاستعماريه بتبقى طامعه في هذه الكعكه. بل في الحمله الاخيره او عفوا الغاره الاخيره كانت فرنسا اكثر تحمسا من امريكا ومن بريطانيا الى هذه الضربه، وكان هناك رغبه فرنسيه في ان تتوسع هذه الضربه اكثر من ذلك. ولكن خلينا ناخد بالنا من نقطه مهمه، ان من فرمل الضربه الاخيره كانت الاتصالات السريه الروسيه التي هددت بانه اي صواريخ سوف تضرب اهداف حقيقيه داخل سوريا وتحديدا القصور الرئاسيه، وايضا كان هناك تهديد بضرب بعض القواعد الايرانيه والروسيه داخل امريكا. كان هناك خط احمر من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بان المضادات الطائرات والصواريخ الروسيه سوف تعمل حيال هذه الهجمات. طيب يعني حضرتك برضو اشرت النقطه، يعني دلوقتي في اطراف سوريا، هل هذا العدوان الثلاثي قدر بالفعل ان هو يعمل ايجابيه عند المواطن السوري او المواطنين السوريين ان هم يستفيقوا، ان هم يحسوا بالخطر اللي جاي؟ لان ده حصل بالفعل، يعني كلنا اول ما صحينا على العدوان الثلاثي للاراضي السوريه كلنا افتكرنا العراق. صحيح. انا تحديدا افتكرت اللي حصل في العراق، وحصل ربط. هل المواطن السوري دلوقتي بقى على وعي وعلم ان اللي ما حدث او المشهد اللي حدث في العراق سوف يحدث في الاراضي السوريه، وابتدى يستفيق وده هيؤدي الى الاتحاد؟ هو يعني اللي حصل في سوريا مختلف عندنا في مصر. احنا هنا في 2011 وكام سنه بعديها كان في نوع من عدم الفهم والوعي. اللي حصل في سوريا في 2011 ما كانش يعني شعب نزل، ده هو اضطرابات عسكريه تم صناعتها من الخارج، وبالتالي الشعب السوري خاصه اللي قاعد لسه بقى في ارضه مدرك منذ اللحظه الاولى طبيعه المؤامره، ولم ينساق اليها في مظاهرات او اضطرابات او ما الى ذلك. ولذلك هي هذه الضربه لن توحد الشعب السوري لانه موحد من قبل هذه الضربه، ولكنها رفعت من روحه المعنويه جدا فكره ان انت تقوم ثلاثه دول عظمى بهذا التاريخ وبهذا التسليح، ومع ذلك نستطيع سوريا ان ترد هذا العدوان دون خسائر في الارواح. كان هذا مهم جدا لرفع الروح المعنويه للمواطن السوري. طيب ولكن برضو يعني على سوريا اللي هو الاخذ في الاعتبار ان في بعض المآخيذ، وهو التوغل الايراني داخل سوريا وخطورته على الاستقرار العربي. ويمكن انا يعني من وجهه نظري ان ده ممكن مسبب قلق تجاه بعض الكثير من السوريين. شايف وجهه نظر حضرتك ايه؟ لا، ده هو الملف الاكبر هو هذا الوجود الايراني. يعني هو هذا الوجود الايراني هو ما جلب على سوريا كل هذه الاهوال. يعني بنسبه 99% سواء الخارجيه او الداخليه. داخليه او خارجيه. اولا يعني للاسف الدوله السوريه من سنه 79 يعني تحولت الى ولايه فارسيه في يد الخميني من 79 الى النهارده، وفتحت سوريا يعني ارضها للحرس الثوري الايراني لكي يقوم بعمليات ارهابيه في الداخل الخليجي وفي العراق، وايضا سوريا فتحت مجالها الجوي للطيران الايراني لضرب العراق في المحاربه الخليجيه الاولى. وكان هناك تنسيق ايراني سوري في جميع العمليات الارهابيه الايرانيه التي وجهت الى الخليج والى مصر. يعني خليه حزب الله في مصر سنه 2008 كان سوريا يدي في هذه الخليه. ايضا العمليات التي الارهابيه التي قام بها حماس وحزب الله في يناير وفبراير في مصر 2011 كانت ايضا ايران وسوريا تقف خلفها. ولكن احنا وان كنا يعني الشقيقه الكبرى لا تحاسب الان على هذه الجرائم، ولكن في نهايه المطاف هي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تسقط من الذاكره الوطنيه او ذاكره المواطن المصري، ولكن نحن نقف مع سوريا الدوله،
سوريا الشقيقة، سوريا الشعب، ولكن سوريا النظام. هناك تحفظات كثيرة يجب على النظام الرئيس بشار الأسد أن يفك ارتباطه مع إيران حتى يستطيع أن تعود سوريا مرة أخرى وتندمج في محيطها العربي، بدلا من أن تكون يعني مش عايز أقول قطعة شطرنج حقيقية الآن في يد إيران. إيران بتتفاخر بهذا الكلام، يعني إحنا مش بنقول تحليل، إيران بتتحدث أن إيران يعني أن سوريا واليمن والعراق أصبحت ولايات فارسية، فبالتالي إحنا مش حتى مش بنتكلم بشكل أدبي، لا إحنا هذا الكلام مسؤولين في إيران بيتحدثوا عنه بالفعل. وبالتالي الخطأ الأكبر الاستراتيجي الذي قامت به سوريا من 79 هي الانفصال عن الواقع العربي والانفصال عن المحيط العربي، ومع ذلك احتفظوا بيافطة القومية العربية والبعث العربي واشتراكي، مع أن التحول أصبح فارسي. فبالتالي يجب أن يتم فصل كامل بين دمشق وطهران بقرار وطني من داخل دمشق. يعني إحنا مش هنتدخل نعمل كده، لأن هذا الفصل يوم ما سيحدث سوف يحدث نوع من أنواع الإجماع العربي على أن سوريا لم تعد خطيرة على الأمن القومي العربي بكل ما لديها من قواعد عسكرية تابعة لإيران، والموجود أيضا داخل سوريا داخل دمشق تحديدا من عمليات تحويل وتهجير لناس ليسوا أصلا سوريين، ولكن بيتم إدخالهم إلى سوريا وأعطاهم الجنسية السورية من أجل تشييع مناطق داخل دمشق، وللمرة الأولى تصبح دمشق شيعية، وللمرة الأولى عملوا كده أيضا في بغداد في الفترة الاحتلال الأمريكي. فإيران بتعمل تحويل خطير جدا داخل سوريا، والكلام يعني يطول ويطول في الجرائم السورية الإيرانية داخل سوريا نفسها ضد الشعب السوري، ضد التواجد السوري داخل يعني الشعب السوري داخل بلده يعني. وهذا التهجير حتى اللي حصل في أماكن كثيرة جدا كان بغرض افساح المجال لتغيير الديموغرافيه السوريه من اغلبيه سنيه الى اغلبيه شيعيه. في ايران لا تدافع عن سوريا لوجه الله او تحت رابطه الدفاع عن الدين، ولكن تحصل على الثمن اضعاف مضاعفه بعد ان حولت يعني اماكن كثيره جدا من سوريا الى ولايه فارسيه شعبيا وحكوميا. يعني اللي أنا أخذته من كل كلام حضرتك برضو هو التحدي الأكبر، قوة الترابط ما بين البلدان العربية وقوة الوحدة الوطنية، يعني وممكن برضو التدريب العسكري النهاردة أو التدريب المشترك درع الخليج المشترك واحد دليل أو واقع يؤكد على هذا أو تنفيذ بالفعل. بينضم إلينا عبر الهاتف اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري، تحياتي لحضرتك سيادة اللواء. أهلا بكم سيادة اللواء. يعني الآن يعني وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بالسعودية اللي بيضم 24 دولة، دلالات ومؤشرات هذا التمرين يا فندم؟ يعني هو حضور الرئيس المرحلة الناهية هو عبارة عن يعني تعبير عن اهتمام رئيس الجمهورية بالتدريب وبالنتائج بتاعته وتأثير المحتمل أو المتوقع على الأمن القومي العربي. في شك أن التدريب المشترك بيمهد للتعاون بين القوات المسلحة المشاركة فيه، وبالذات تدريب القيادات على التعامل مع الوحدات والعناصر اللي من بلاد مختلفة. هذا بالإضافة أنه هو تعبير عن الاقتناع بوحدة أمن ومصير الدول المشتركة في التدريب أو على الأقل الغالبية العظمى منها. طب سيادة اللواء، يعني القوات المسلحة ال 24 دولة، كل قوات مسلحة تابعة لأي دولة بيبقى ليها أسلوبها في التسليح والتدريب، كيفية بقى الربط والتعاون بين 23 أو 24 قوات مسلحة من كل دولة؟ وهنا يعني طبعا المهم هو التحضير والإعداد لهذه الإدارة التي تضم قوات من هذا العدد من الدول، وعشان كده هي المرحلة النهائية تعبير عن النتيجة النهائية، ولكن ده سبقه يعني عمل طويل وشاق اللي هو أدى إلى الوصول للمستوى اللي يخليها النهارده تستطيع أنها تؤدي المرحلة الأخيرة من درع الخليج الأخيرة.
طب خبرة حضرتك العسكرية يا سيادة اللواء، يعني توقيت هذا التمرين المشترك أو درع الخليج المشترك واحد ليه أي دلالات؟ لا، التوقيت يعني معروف أن القوات المسلحة بتعد نفسها لمواجهة المخاطر في أي وقت تحصل فيها، وبالتالي هي يعني ما هياش انتظارا لتحديد في وقت معدل، ولكن ربما تكون يعني تأكد على درجة استعداد القوات لمواجهة بس هذه المهام في حالة التعرض لتهديدات من هذا النوع. أنا بسأل السؤال ده لحضرتك يا فندم لأن تبادر لذهن الجميع، يعني ده كان المطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية 2016، القمة 27، كان المطلب وهو قوة يعني أو يعني قوات متدربة من جميع أنحاء الوطن العربي، فأنا بسأل التوقيت ده تحديدا ليه أي دلالات؟ يعني هو ممكن نستخرج منه دلالات، ولكن في نفس الوقت ما ننساش ان التدريب والاعداد مطلوب في كل وقت، لكن ممكن انه تزيد كثافته والتردد بتاعه كلما اقتربت احتمالات المواجهه مع المخاطر، وهذا يدينا انطباع انه في احتمال ان يكون المخاطر او التهديدات تكثفت بحيث انها احتاجت الى هذا التدريب. طيب يعني دعني استثمر وجود حضرتك سياده اللواء، يعني امبارح كانت القمه العربيه 29 بمدينه الظهران بالسعوديه. كيف قرات هذه القمه او شاهدت فعاليتها؟ يعني اهم حاجه من وجهه نظري هو ما دعا اليه رئيس الجمهوريه لتشكيل استراتيجيه قوميه عربيه لمواجهه مخاطر ولتحقيق الامن القومي العربي. اعتقد ان هذا اهم ما يعني حدث في هذا المؤتمر، والمهم بقى ان هذا الحديث ينتقل من دعوه رئيس الجمهوريه الى الواقع، لان قبل كده زي ما حضرتك قلت ان رئيس الجمهوريه كان دعا، الحقيقه على ما اذكر انه كان في 2015 لتشكيل القوى المشتركه، ولكن للاسف انها حتى الان لم تشكل بعد. بنشكر سيادة اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري، شكرا لحضرتك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. نستكمل مع الأستاذ إيهاب، وكنا بنتكلم عن القضية السورية. صحيح. طبعا احنا الحديث يعني سيطول عن التدريب المشترك. صحيح. ان شاء الله. صحيح. تمام. فاحنا كنا بنتحدث عن خطورة الدور الإيراني داخل سوريا، وللأسف سوريا مختطفة في هذا الاتجاه، وكان هناك دور مهم لسوريا في لبنان، ولكن بوجود إيران أصبح الدور السوري في لبنان هو أيضا في رصيد إيران، وأصبحت إيران لها دور قوي في لبنان، وفي كل ذلك هو ليس لصالح الوطن العربي. ويعني في هذه الفقرة لازم نتحدث في شيء مهم جدا، أن إيران بتنفذ نفس الأجندة الصهيونية لإسرائيل، هم بيتنافسوا على أجندة واحدة. يعني في نهاية المطاف هم كلاهما مع تركيا ثلاثة دول بينفذوا نفس الأجندة الصهيونية. إذا ما لم تستطع إسرائيل أن تتحرك في هدف ما، إيران تتحرك في هذا الهدف في محاولة أن تكسب شرعية على حساب إسرائيل. فهم بيتنافسوا، مش بيتنافسوا يعني طرف في خير وطرف في شر، الاثنين عايزين شر للمنطقة العربية، والاثنين عندهم مشاريع استعمارية، والاثنين عندهم مشاريع إقليمية. ويمكن ده يعني نقطة مهمة جدا لازم الكثير عندنا في مصر، ليس من العامة ولكن حتى من المثقفين، متحمسين للدور الإيراني في المنطقة من غير ما ياخدوا بالهم ان احنا بنتحدث عن نفس الأجندة الصهيونية، ولكن بس بتغيير اللافتات بدلا من ان تكون بأحرف عبرية هي بأبجدية فارسية. وان ايران اصلا لها اجندة خاصة بيها. صحيح. يعني تعمل لمصالحها، ولكن خلينا نتكلم عن الطرف الاخر وهو الطرف الروسي. كثير مننا شايف ان دي كانت حرب باردة ما بين امريكا وما بين روسيا، او قرصة ودن زي ما بيقولوا. رأي حضرتك في رد الفعل الروسي تجاه هذا العدوان الثلاثي؟ تمام. هو احنا بالفعل بنعيش حالة من الحرب الباردة، يعني ليست بدأت في هذه الغارة او ما قبل ذلك، ولكن انا في تقديري ان هذه الحرب الباردة بدأت في اليوم 30 يونيو 2013 في مصر هنا. ده كان اول قرار يطلع من شعب ومن جيش ومن دولة
ضد إرادة أمريكا من حرب 73. إن أنت كان مطلوب، مش ما كانش مطلوب منك إن أنت تعمل الثورة دي، ما كانش مطلوب من مؤسسات الدولة إنها تنحاز لهذه الثورة، وكان المطلوب إن النظام الإرهابي اللي كان موجود وبيحكم إن هو يستمر 500 سنة زي ما هم ما كانوا عايزين بره. وبالتالي في هذه اللحظة بدأت واندلعت بالفعل الحرب الباردة، وبدأت القوى الإقليمية والدولية تصطف كلا حسب حساباته من أجل أن يكون له يعني يحمي مصالحه في هذه الحرب. بالنسبة لسوريا، لروسيا تحديدا، طبعا كانت مصلحتها في أنها تدخل في شراكة كبيرة جدا مع النظام، مع الدولة المصرية في الوقت الراهن. أنا بلاحظ في تشكك كتير من الملف السوري، عفوا روسيا، ولكن روسيا مختلفة عن أمريكا، وفي نهاية المطاف إحنا عندنا التسليح بتاعنا وعندنا العلاقات اللي إحنا نسقنا مع روسيا في محافل دولية كثيرة جدا. فأنا بدعو إن إحنا ما نتخوفش من روسيا في العلاقات المصرية الروسية، لأنه في نهاية المطاف والمفاعل النووي وما إلى ذلك. بالنسبة بقى للملعب السوري، هنا الإشكالية والتداخل. في نهاية المطاف روسيا لن تشعل حرب باردة من أجل سوريا، فلازم هتفضل عندها ضبط نفس الآخر درجة، يعني لأن في نهاية المطاف أمريكا أيضا تلعب على فكرة أن الضرب، أن الروس هم من يشعلون الحرب، هم من يبدأون بالضرب. وبالتالي هناك استفزازات متبادلة، هناك حرب بالوكالة. روسيا اكتفت بالتصريحات في بعد الغارة الأخيرة، لأن في نهاية المطاف الغارة كانت ضعيفة جدا، وقدمت مشروع قانون لمجلس الأمن يعني للمطالبة بإدانة العدوان الثلاثي سواء أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا للضربات اللي شنت على روسيا، على سوريا عفوا. تمام. وخلينا برضو نتكلم ان الدفاعات السورية التي تصدت الى الصواريخ الامريكية هي روسية، لان ايضا هناك الكثير من الحديث ان هذه تسليحات قديمة او تسليحات ليست روسية. هذه الصواريخ امريكية حديثة للغاية، وبالتالي كان الدفاع كان روسيا وليس اي دولة اخرى. طب عفوا استاذ ايهاب، لان يعني الان سوف ننتقل الى مراسم ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بالسعودية، وهو بحضور عدد من قادة البلدان المشاركة في التمرين. التمرين ده استمر لمدة شهر كامل، بيضم 24 دولة، يعني 23 دولة القوات المسلحة الخاصة بكل دولة بجانب القوات السعودية. نشاهد